اليوم رح نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة لما تقرر العائلة بأنهم يرسلوا ابنهم على الحضانة، فهي مرحلة انفصالية بتكون صعبة سواء على الأم أو على الطفل. كيف لازم نتعامل معها بالطريقة المثالية لحتى ما يكون في عند أبنائنا ردة فعل، ممكن يكون عندهم مثلا كره للمدرسة أو ردة فعل أيضا عند الأهل ممكن أحيانا تكون سلبية. رح نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع أخصائية الأمومة وعلم النفس رشا صليبي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير. يعني أسئلة كتير مثيرة للجدل، لأنه نحن بنسمع آراء كتير مختلفة من الخبراء، كل حدا عنده رأي شكل، وبالآخر بجوز بترجع كل عائلة في لها خصوصية معينة طبعاً. وكل طفل في له خصوصية معينة. السؤال الأبرز أنه أي عمر لازم نودي ابننا على الحضانة؟ أنسب عمر، إذا خصوصا إذا إحنا مش مضطرين، إذا الأم ما بتشتغل أو الأب يعني عنده شغل طبيعي مثلا، أي عمر هو المناسب وكيف نختار الحضانة؟ هلأ كتير في الخبراء اختلفوا على هذا الموضوع، وفي ناس بيفكروا أنه كل ما كان أصغر كل ما كان أسهل، بس هو بالعكس حقيقة، عشان بس يكون الطفل صغير ما بتكون اللغة لسه تكونت عنده، فما بيقدر يعبر عن حاله إلا بالبكاء، ويمكن الأم تقدر تراضي الطفل أكثر إذا هو عم ببكي. بس عموماً بيحكوا أنه 3 سنين، من 2 لـ3 سنين أحسن عمر للطفل يفوت على الحضانة، عشان بهذا الوقت بيكون أهم مرحلة أنه يقعد الطفل مع أمه أول 3 سنين من حياته. بس طبعاً زي ما تفضلت أنه مش الكل بيقدر، يعني في أمهات بيشتغلوا بدهم يرجعوا لشغلهم، في عندهم دخل ما بيقدروا يقعدوا في البيت للبيبي. فيعني عادة إحنا بننصح 3 سنين، 2.5 لـ3 سنين بيكون الطفل بيقدر يحكي، بيقدر يعبر عن حاله، جاهز ليعمل صداقات، اكتفى من الأم، صار عنده علاقة آمنة مع الأم. طيب بالنسبة لمواصفات الحضانة، يعني في حال الأهل قرروا أنه هم بدهم يبعثوا ابنهم على الحضانة، شو هي مواصفات الحضانة اللي إحنا لازم ناخدها بعين الاعتبار لما بدنا نسجل أبنائنا بابنهم؟ هلأ الأم طبعاً مهم تسأل أمهات تانية حاطين أولادها بالحضانة شو خبرتهم، إذا حابين مش حابين، إيش الإيجابيات السلبيات، دائماً بعتوكي فكرة. بس تزور تتعرف على المعلمات، دائماً نسبة المعلمة للطلاب كل ما كان أقل طلاب فيه بالصف كل ما كان أحسن، عشان الطفل بياخد انتباه أكتر. مهم برضو يكون في ممرضة إذا صار في حالات طارئة بالحضانة، التواصل يكون كتير جيد. أنا كتير بنصح إنه الحضانة تكون شفافة مع الأهل، عشان بنهاية اليوم أنت مسلمة أطفالك لهدول الأشخاص، ما يكذبوا عليك، ما يخبوا إشي عنك، يكونوا مدربين في جو لطيف محب هادي، المنطقة تكون آمنة، إذا في جنينة أو حديقة ما يكون سهل للطفل يطلع على برا. يعني كل هاي المواصفات كتير مهمة، بس الأهم من هيك هو دور الأم. الأم بتلعب دور كتير مهم بتجهيز أو تحضير الطفل ليبلش يروح على الحضانة. هلأ المشكلة اللي منواجهها أنه زي ما حكيتي أنه بأول البرنامج أنه الأم كمان مرات ما بتكون جاهزة لهذا الانفصال، بتلاقيها قلقانة خايفة، خاصة إذا كان أول بيبي مش عارفة شو تتوقع، بدها تتأكد أنه الناس بالحضانة رح يعتنوا بطفلها زي ما هي بتدير بالها عليه بالبيت، فبرضه هي تكون مطمنة وما يكون في عندها شكوك أو تردد بالمكان اللي هي حتحط طفلها فيه، عشان الطفل حيحس بهاي الأشياء ورح يصير هو يقلق. هلأ الثاني إشي بنحكي فيه أنه تحضير الطفل من ناحية النفسية أنه هو رح يروح، كيف يعني؟ بناخده على مكتبة، بنشتري له شنطة، بنشتري له أقلام، هو بيختارهم، بنصير نحكي له، بنقرأ له قصص عن أطفال راحوا على الحضانة، إذا عنده أخوان أو قرايب بنفرجيه صورهم أول يوم بالحضانة، نشجعه، بنعيشه بالجو إنه هذا إشي إيجابي، إشي حلو، إنه هو عم بيكبر، بنكون إحنا لطفة مع المدرسة المعلمين اللي موجودين هناك، عشان هو بحس إنه إحنا مطمنين لهم. نقرأ القصص، ممكن نبعت معاه مثلا إشي انتقالي مثل الحرام تبعه أو المصاصة أو كاسة بحبها أو دبدوب بحبه عشان يحس بالأمام تخته ممكن. فمهم نهيئه لهذا الإشي، ممكن ناخده يمر من قدام الحضانة أو ننزله قبل 3 أيام يتعرف على المعلمات، يشوف جو الصف، يتعرف على طلاب تانين، كل هاي الأشياء بتجهز الطفل نفسيا إنه يروح على الحضانة.
وبننصح احنا عاده انه اول 5 ايام الام اذا الام مش فاضيه ممكن التيتا او الاب او الخاله مين ما كان وجه مألوف يكون معاه، مش شرط كل نهار نص النهار يضلوا معاه بالحضانه عبل ما يتعود تدريجيا الطفل انه عم بنتقل من مكان كان متعود عليه لمكان او عالم اخر وجوه جديده. صح حلو. الاسباب اللي بتدعو الطفل انه يصير عنده رده فعل تجاه الحضانه او المدرسه خلال اول يوم يومين ثلاثه، بصيروا الاطفال مع الوعي يعني بس عمر سنتين ثلاثه بيحكوا انه انا ما بدي اروح المدرسه، او الصبح لما بده يصحى يلا بابا بالضبط. او ماما بدنا نروح المدرسه بصير يبكي وبصير عنده رده فعل كثير عنيفه احيانا انه انا ما بدي اروح. كيف نتعامل مع هذا الشيء؟ اوكي، اهم شيء نعرف شو سبب، ايش هي يعني الشعور تبع الطفل، ايش عم بيحاول يحكي لنا الطفل. دائما في اسباب لهذا البكاء. اولا بدنا نحكي في بكاء طبيعي، اذا البكاء مثلا فقط في الفتره الصباحيه عند الانفصال اول فتره رح يكون طبيعي نتوقع هذا الشيء من الطفل عشان عم بنفصل عن امه وشيء جديد. اما اذا كان مثلا طول النهار بالبيت وبالحضانه بدنا نشوف ايش عم بيصير بالحضانه، اذا في حدا عم بيضايقه، اطفال ثانيين ممكن يكون عم بيزعجوه بيضربوه بتنمروا عليه، ممكن معلمه تغيرت عنه غابت عنه المعلمه مش كثير لا سمح الله، ممكن في بعض الحالات بيكون في عنف نفسي او جسدي للطفل، او مثلا الطفل ما عم باخذ انتباه من المعلمه او مش فاهمين له، ممكن برضه يكون في سبب عضوي او جسدي عم بيأثر عليه انه ممغوص مش نايم منيح الليله اللي قبليها، او ممكن عنده وجع بالدان حراره، فبدنا نتاكد ما في شيء عضوي او ما في شيء بالمدرسه عم بيصير. هلا اذا الموضوع مش بالمدرسه او مش بالمعلمات او تغيير، ممكن في تغيير صار بالبيت، مثلا حدا جديد اجى عندهم ضيوف اطفال بالبيت، الطفل رايح الحضانه وفي اطفال باقيين في البيت، الاب سافر ورجع مثلا من السفر وبده الطفل مشتاق لابوه، ممكن اذا في مخالفات بالبيت او شجار الطفل ممكن يحس يخاف يبعد عن اهله ليرجع يلاقي واحد من اهله مش بالبيت. برضه بنشوف ايش الطفل كان عم بيعمل قبل ما يوصل على الحضانه، اذا هو بالسياره تخانق مع امه كل شوي لا لا ممنوع، جادلوا مع بعض تخانقت معاه، نزل الطفل بضل يبكي عشان بده يراضيها. ممكن اذا كان الطفل عم بيحضر تي في او ايباد اكيد رح يبكي، يعني ما بده يترك الايباد، رح يضل يبكي لبل ما يرجع على البيت يرجع على البلاي ستيشن ولا شو ما كان. ففي اسباب متعدده، فبدنا نشوف كيف الجو اللي طلع منه. برضو الام بتلعب دور مثلا اذا شافت طفلها بيبكي رجعت على البيت قدام الطفل ضلت تشكي للاب، والله اليوم ضلوا يبكي وللجده ضل يبكي وما غلبني ومش عارفه شو. طب الطفل بيصير عنده فكره، بتنزرع فكره براسه انه والله انا مفروض ابكي في شيء غلط، هذا الموضوع سلبي اصلا بالضبط. فاحنا دائما نشجع الطفل ونحكي بالايجابيه ونكون متحمسين وبابتسامه وضحكه ونكون صبورين عشان الموضوع رح ياخذ وقت مش بسهوله للطفل ينفصل. كثير حلو. انا حابه ارجع لنقطه مهمه جدا بمرحله لما الاهل يقرروا انهم هلا بدهم ينقلوا ابنائهم للحضانه وتصير هاي المرحله الانفصاليه، يعني كثير من الاهل بنسمع منهم بيقولوا لك مثلا اول يوم وديناه على الحضانه قالوا لي المعلمات حطيه وروحي، رح يبكي 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 وبعديها يسكت. ممكن الطفل يبكي اول نص ساعه وساعه وساعتين ويقولوا لها انه بعد بساعتين هو سكت، فايش رايك بهذا التصرف؟ يعني هل هو تصرف مقبول او راح يكون ايجابي بالنسبه للطفل، ولا احنا مش مفروض ابدا نترك الطفل وهو عم يبكي خصوصا باول مرحله انفصال؟ احيانا الاطفال احنا ما بنعرف هم كيف عم بيفكروا، يعني صح. يمكن بفكر انه ماما بطلت تحبني او ماما ما بدها اياني، مش راح يكون يمكن عم بيستوعب بهاي. مزبوط. سؤال كثير مهم. احنا بننصح انه الام او المعلمه ما تدفش الطفل انه خلص يلا روح، وما تكون الام مستعجله، يعني مرات الام بيكون عندها شغل بدها تلحق عليه، نتفاهم هذا الشيء، بس تحسب حساب وقت زياده لهذا الموضوع عشان المعلمه مثلا ما بيصير تشوف انه الطفل التهي يلا تسحب وتقول للام روحي روحي، او الام تهرب او تترك الطفل بدون ما تودعه. هذا الشيء ببني عند الطفل عدم ثقه بالاخرين بالمعلمين بامه، انه هلا الطفل ما بفهم انه الماما رح ترجع، فكتير مهم يكون في طقوس للوداع، انه الام
مش تعبطه وتصير تبكي وماما وحبيبي، يعني لغة الجسد تكون كمان مطمنة، هي بدها تتركه بس عم بتعبر انه خايفة وقلقانة عليه، بالعكس يكون كتير بسيط وبوزيتيف ايجابي، باي حبيبي انا رايحة وبرجع لك، رح تنبسط، انا رايحة على شغلي، انت هون مع هدول الناس. إذا صار يبكي تضلها معاه، يعني ما تتركه، عشان الطفل بيصير يفكر إنه بأي لحظة من حياتي ممكن حدا يختفي. نعم. وأبطل بعدم الأمان. نعم. بالضبط، بعدم الأمان، عدم الاستقرار وعدم الثقة، ببطل نكون إحنا عم نكذب عليه أو عم نخفي عليه إشي، فنقول له إحنا رايحين وراجعين وبس نيجي ناخده، يعني إذا نوعده بوعد نوفي بوعدنا ناخده على الوقت، ناخده من نفس المكان اللي حطيناه وبس ناخده نقول له شفت هاي ماما رجعت زي ما وعدتك اني انا رح ارجع اشوفك، فهذا نعم. بيبني عنده ثقة. نعم. بالنسبة للاشياء المادية رشا زي الشنطة، الاكل، اللبس، احيانا كتير اطفال، يعني معظم الاطفال بطلوا ياكلوا باول فترة في الحضانة، ما بكونوا خايفين، فالاغلب اكلهم برجع معهم، فممكن هذا يسبب لهم مشاكل صحية او غذائية فيما بعد، كيف نتعامل مع هاي الاشياء المادية؟ طبعا هلا اشي كتير بحبه انا بنصح الامهات فيه وبحبوه كتير الاطفال، انه نرسل رسائل حب لأطفالنا باللانش بوكس تبعتهم بالهذا، وطبيعي متوقع أنه أول فترة من هيك الطفل بيكون كمان عم بيبكي، جو جديد بده يأكل كذا، من هيك مننصح أول أسبوع الأم تكون موجودة، عشان أولاً بتقول للمعلمين إيش الطفل بحب، إيش طبيعة أكله، خاصة إذا عنده حساسية للأنواع أكل معين بالضبط، وكيف طبيعة نومه، إيش الأشياء اللي بتضايقه، كيف الأم بتهديه، عشان المعلمة ما بتعرفه بالنسبة له هذا الطفل غريب عليها، فبس تقعد معه أسبوع الأم أولاً تتطمن على الستاف إنه انهم قادرين وبقدروا يديروا بالهم على الطفل، والام بتعلم المعلمين كيف يتعاملوا مع الاطفال. شوي شوي الطفل بيصير يتاقلم، بعدين قبل ما تعرفه بيصير هو مستقل، بيصير مبسوط، بيصير هو يطلب خذوني على الحضانه. صحيح. حلو حلو. تمام رشا، بدنا نتشكرك. شكرا كثير. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك، شرفتينا. شكرا كثير.